وشوشة. أنا جالي من أكتر من محطة كبيرة اسم يعني من الارتباطي بأهلي بصراحة بالبساطة دي. يعني عارفة ممكن حد يسمعني يقول إن أنا مش ذكية قوي في قراري، يعني معرفش، بس الارتباطي بأهلي جدا جدا لدرجة إن أنا يعني الحمد لله رب العالمين الأوفرز كانت لا يصدقوا عقل يعني، بس ارتباطي بأهلي، وكمان أنا سي بي سي بيتي، فما كنتش حاسة إن في مشكلة أنا محتاجة أغيرها أو إيه ده أنا لازم أغير، عمري ما حسيت كده. فمن السببين يعني دول. مينك المفضل؟ ممثل؟ أحمد رمزي. أحمد رمزي؟ بجد؟ بموت فيه. أنا كمان. طيب مطربك المفضل؟ عبد الحليم حافظ. الله. طيب مذيع بتحب تتفرجي عليه؟ مصري محمود سعد بحبه جدا. لميس الحديدي. تمام. كتابك المفضل؟ بحبها التاريخ الاسلامي. طيب بتشجعي اهلي ولا زمالك؟ اهلي. بحب ايطاليا قوي، وهنا اي حته فيها بحر. مصر اي حته في مصر فيها بحر حلو. لما انت بقولي ايه حمل حاجه عملتيها وندمتي عليها؟ لا كتير اكيد. كتير طبعا. قولي لنا حاجه منها بقى اللي هي معلمه معاكي. ممكن اكون انا شخص متسرع شويه، فمش بحب دي، بحاول امسك نفسي شويه، فده بيخليني اعمل حاجات بدري. ايه الهبل ده، ليه عملتي كده؟ ديها وترجعي تندمي عليها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.